صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة برنامجكم صباح البلد على قناتكم صدى البلد. صباح الفل يا نهاد. صباح الفل يا رشا. صباح الفل يا دياب. صباح الفل يا رشا. وحشتوني جدا. انت كمان احنا كنا شغالين في العيد، وحشناكي فين؟ ما احنا كنا مع بعض. والله احنا بس الخميس والجمعة اللي ما اشتغلناش. خميس وجمعة بس ما طلعناش، بس تحسي انها كانت اجازة برضو. سعيد عشان الشوارع فاضية. قوي. دي حقيقة، ودي يمكن كانت واحدة من ايجابيات الاجازة. نازل حاسس ان انت لوحدك في القاهرة. انا حاسة ان انت لسه جوه ام الاجازة. لسه اقسم بالله مع انك بقالك يومين بتنزل. وجمعة. ايوه، امال ليه جاي لي بال هو برضو لسه الاجواء، لسه الناس واخده 10 ايام، فعشان خاطر ينزلوا من 10 ايام على طول كده من الضل للنار زي ما بيقولوا. لا والله خلاص، ابتدينا الاسبوع وابتدينا الجد خلاص، والثانويه العامه النهارده والبنوك هتفتح بكره، يعني خلاص ربنا معاهم والله. دوران طبعا ربنا معاهم، واكيد هنتكلم عليهم النهارده. طيب عندي خبر أنا شايفة أنه مهم جدا، لأن الدكتور محمد معيطة وزير المالية أعلن عن تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة. لا مش بس كده، ده موديل السنة دي كمان، ده بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط حتى 7 أو 10 سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات. دي مبادرة على فكرة مهمة جدا، لأنها غيرت بعض الشيء، لأن كانت في سيارات التقاب مطلعة دخان اسود وعربيات عندنا عربيات من السبعينات. ولغاية دلوقتي موجودة على فكرة، بس المبادرة دي في ناس كتيرة قدرت إنها تعمل إحلال للسيارات، وبالتالي نلاقي السيارات موديل السنة دي. والمبادرة دي لو تفتكروا انطلقت في مارس 2021، وحتى الآن هما بيعملوا ايه؟ عربياتهم القديمة اللي مر عليها لو تفتكروا المبادرة، وحنرجع نبقى نفكركم بيها، اللي مر عليها 20 سنة فأكتر، بقت يعني بيعتبروها قديمة، بتقوم مودينها مع بياخدوها بسعر معين، وبعد كده بيقوموا مدي لهم عربيه تانية، بيشوفوا الاقساط قد ايه، ومرحلين الباقي على اقساط. مرحلين الباقي على اقساط. بصراحه انا من الناس اللي حبت المبادره دي قوي، وعربيات كويسه على فكره. هم حتى كانوا نازلين جدول بالعربيات، بانواع العربيات. حلو قوي. بالشركات دي، عربيتي الهلكانه اللي خلاص مر عليها الزمن، واروح اخد عربيه جديده واقسطها بالتقسيط. صديقه للبيئه كمان. حلوه، حاجه حلوه جدا. كانت رشا بتقول رقم، الحقيقه انا شايفه ان هو رقم مهم جدا، رغم طبعا كل التحديات الاقتصاديه، وطبعا بيرتبط بها زي ما احنا عارفين اضطرابات بسلاسل الامداد والتوريد، وارتفاع طبعا اللي احنا عشناه الفتره اللي فاتت في اسعار السلع والخدمات، وكمان اضافه للضغوط الضخمه على الموازنه العامه للدوله. وعاوز اقول لكم بقى ان الخزانه العامه للدوله تحملت 718 مليون جنيه، ده قيمه الحافز الاخضر للسيارات دي يا رشا ويا دياب، يعني برضو الموضوع رقم كبير. وعايز اقول لك كمان ان في تسهيلات كبيره جدا لاصحاب السيارات دول، بتتمثل في 3% قيمه عائد منقطع، وكمان تسهيلات ائتمانيه كبيره جدا على وثائق التامين، ده بالاضافه الى وثائق التامين مجانا للحوادث الموجوده، ودي بقيمه 100,000 جنيه لاصحاب السيارات. زي ما قالت رشا وزي ما قالت نهاد، المبادره مهمه جدا وقويه، خصوصا ان هي بتخدم اتجاه جديد للعالم كله مش بس لمصر، وهي التحول الى الاخضر والصديق للبيئه. هو ده اللي جاي، هو ده بتاع، مش هقول بقى احنا طول الوقت بنقول هو ده بتاع بكره، لا هو ده بتاع النهارده. فاعتقد المبادره دي في ايجابيه، مبادره مهمه جدا، ويا ريت اللي لسه يعني المبادره شغاله كده وعنده عربيه هلكانه يروح يتهيالي يعني هم حاطين شروط معينه وحاطين حاجات معينه. في ناس كتيره تقدمت، وفي ناس وقفت، وفي ناس كده، بس يعني طبعا اكيد الفتره الجايه هنبقى عايزين نعرف تفاصيل اكتر. اكيد اكيد. وقبل ما تبتدي والنبي خلينا ندعي الاول دعوه جماعيه لطلبه الثانويه العامه النهارده. لغه عربيه. ربنا يا رب. ملك خايف لغه عربيه جميله. دي جميله. حبيبتك اللغه العربيه دي اسهل ماده. لا مش اسهل ماده. زي بتقول كده. لا 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 مش اسهل ماده، دي ماده صعبه جدا. لسه ما نشوف ده يجيبوا لهم جمع حاجات غريبه ومفرد حاجات اغرب، ده انت مش فاهم هيحصل فيهم ايه النهارده. بس والله اللي بيحب اللغه العربيه بيستمتع بيها. انا بستمتع بيها. اي نو والله. انا حاسس ان احنا بنستمتع باللغه، يعني فهمنا قيمه اللغه العربيه لما كبرنا واحنا صغيرين وبندرس بقى، واثناء الثانويه انا برضو كنت العربي ده كان تقيل قوي على قلبي، وحاجات بقى
مرادفات لا والنحو والتعبير يمكن دلوقتي يعني انا بشوف ان دلوقتي طلبه الثانويه العامه محظوظين ان هم عندهم اختيارات وتظليلات وحاجات كده. احنا كنا احنا كنت زمان انا افتكر وانا في المدرسه كان بتبقى في مباراه مننا في النحو بس مش اي نحو بقى مش تراب الفعل والمفعول وكده لا واو المعيه دي وضعها ايه مش عارفه الحاجات بقى يعني دوروا عليها بقى دوروا عليها وربنا يوفقكم في الامتحان النهارده. صباح الفل. عايزين نتكلم في موضوع يعني عامل جدلية في الفترة الأخيرة خاصة لقينا حاجات على السوشيال ميديا تقريبا على الفيسبوك وفي اكس وكده موضوع الأفروسنتريك. الأفروسنتريك بقى حديث السوشيال ميديا لأنه لقينا أن في أصوات داعمة لفكرة أن أصل الحضارة المصرية الفرعونية أفريقي ومش مصري. خليني أقول أن الأفروسنتريك بقت عالية جدا في الغرب لكن حصل شيء جديد أن مجموعة من الأفروسنتريك عملوا جدل لأنه عملوا جدل اللي ظهروا جوه قلب المتحف المصري في التحرير وكان معاهم شخصية خليني أقول أنه رئيسهم القيادي بتاعهم بيدعى كابا. كابا ده بيعتبر من أشد المناصرين لنظريات الأفروسنتريك ونشر صور ليه مع مجموعته في المتحف وعلق عليها وقال تدريس مجموعة كامتور في متحف القاهرة للآثار حول تاريخنا. طب أنت تقصد إيه يا عم كابا أنت؟ تعالوا نتعرف على تفاصيل الزيارة دي وأنت كمصري بقى وأصولك فرعونية وحضارتك فرعونية إزاي بقى تواجه هذا التنظيم وهذه الادعاءات وأصوات الأفروسنتريك إن الحضارة المصرية هي أفريقية والنبرة ابتدت تعلى جدا. معانا على الهاتف دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية. دكتور حسين صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني احنا موضوع الأفروسنتريك ده شفناه من كذا سنة ويعني خليني أقول إنه المصريين وعلماء الآثار وكل هبة هبة واحدة خاصة لو تفتكر الفيلم لما طلعوا إن ملكة مصر كانت ذات بشرة سمراء بشكل كبير وإن أصل الحضارة وكان الفيلم بتذاع على إحدى الشبكات وكلنا وقفنا وكلمنا في الموضوع ده رجع الأفروسنتريك يظهر بشكل تاني. رأي حضرتك إيه في اللي بيحصل والهدف منه إيه؟ هي طبعا الأفروسنتريك دي نعتبرها حركة عنصرية بغيضة يعني توجد بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي ينتشر فيها جماعات اللي هي ذات أصول أفريقية. طبعا دي نشأت ليه كرد فعل للتفوق الحضاري الغربي الحديث ونتيجة للي عانى منه الأفارقة من استعباد وعنصرية واضطهاد في الغرب خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هم قالوا مصر القديمة هي الحضارة بتاعتنا ليه؟ لأن الحضارة المصرية القديمة تعتبر أعظم حضارة في العالم. هم عايزين يردوا على الامريكان اللي هم استعبدوهم منذ ان جابوهم من افريقيا وكده فنسبوا نفسهم للحضاره المصريه القديمه. وطبعا شيء يعني ليس له اساس من الصحه والهدف زي ما قلت لحضرتك قبل كده كان في برضه مؤتمر كان جاي في اسوان منذ فتره وبفضل الله يعني تم ايقافه لكن اخر تطور حصل زي ما حضرتك قلتي منذ ايام في المتحف المصري في التحرير وهذا مدعو كابا وهذه المجموعه وطبعا هم ما شرحوش هو كابا ده جنسيته ايه؟ هم دول امريكان حضرتك دول امريكان طيب معلش يعني خلينا نمشي خطوه بخطوه. كابا والمجموعه اللي معاه دول امريكان واللي حصل ان هم جم تبع شركه سياحه انا حتى قلت اسم الشركه السياحه مظبوط او تبع شركه سياحه فعلا وجايين كامتور يعني انا عندي الخبر ان اسمها كامتور ايوه فعلا. طيب هل كامتور يعني طبعا هو اكيد من برنامجهم ان هم يروحوا المتحف المصري الكبير لكن هل كامتور كان لديها العلم بان المجموعه دي من الأفروسنتريك؟ هو بص حضرتك هو المتحف المصري في التحرير وليس المتحف المصري الكبير ده اول ايوه حاجة انا فاهم انه المتحف المصري في التحرير فهو اكيد عندهم كان زياره للمتحف المصري. في شركه بتنظم تور يعني او جوله عاده ما تبقاش عارفه نوايا الناس يعني بتنظم للناس مش عارفه مين دول جايين يعملوا ايه دي بقى قصه يعني يتم مراجعه الشركه فيها في هذا الامر لكن بالنسبه لنا كاثريين حضرتك
ما تقدريش تمنعي اي حد يخش الموقع الاثري او المتحف ما دام ما عملش اي حاجه مسيئه. موجوده شرطه الصحه والاثار والزملاء الاثريين بيتابعوا هذا الامر. وانا اتاكدت من مدير المتحف المصري الدكتور علي عبد الحليم وقال ان هم اصلا ما شرحوش الصور اللي نزلها كابا على الصفحه بتاعته على الفيسبوك. هو ادعى كده. واللي شرح المرشد المصري المرافق وقال كلام يعني محترم عن الحضاره المصريه القديمه زي كل زملائنا المرشدين السياحيين ما بيقولوا. فدي اول نقطه يعني. النقطه الثانيه طبعا ان هو بعد ما هجم شال كابا ده هذه الصور من على الصفحه بتاعته على الفيسبوك. شال الصور بعد كده. لكن هي القصه كلها ان هؤلاء الاشخاص يعني دي طبعا بادره وتعتبر بادره سيئه لان حضرتك هذه الحركه موجوده منذ فتره زمنيه بعيده. لكن لماذا تظهر في هذا التوقيت تحديدا؟ هو ده وعندنا وفي بلدنا وعلى ارضنا ويعني يعني منتهى الجراءة اللي موجودة في الدنيا. طيب ايه بقى الاجراءات اللي ممكن نتخذها عشان خاطر يعني الشبه كابا وامثاله بقى من اي دولة في العالم يتجرأوا على حضارة مصرية وييجوا على ارضنا ويعملوا فعل زي الفعل اللي حصل من كابا؟ ايه اللي المفروض الدولة تعمله عشان خاطر تمنع مثل هذه الافعال؟ هو الموضوع لازم يبقى عندنا استراتيجيه يعني طويله المدى وقصيره المدى. احنا عندنا طبعا حاجات كتيره في اليات لازم يتم اتخاذها خصوصا بقى استخدام الفنون والثقافه بحيث ان احنا كمصر ننتج افلام توضح هذه الحقيقه وتوضح دور مصر في افريقيا. منصات كتير كانت انتجت افلام يعني شوهت فيها منظر الحضاره المصريه الحقيقه. طبعا لكن لما حضرتك تنتجيها كمصر هيبقى شيء افضل، هتبقى طالعه بشكل علمي بلغات اجنبيه توجه خصوصا باللغه الانجليزيه للمجتمع الغربي وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه. كل هذه الامور هتساهم بشكل كبير جدا في توضيح هذه الصوره لان الناس دي ايضا يعني هم مضلين ومضللين، يعني مش كلهم عارفين الحقيقه بينساقوا وراء هذه يعني الرؤى والدعاوى. هل يعني الادعاءات اللي حصلت دي وراها مثلا ترند مثلا؟ والله هو الموضوع مش بعيد. ممكن نبص له من كذا منظور يعني زي ما حضرتك ذكرتي. لكن الموضوع في حد ذاته تاثيراته حاليا في ظل الاجواء اللي بتحصل في ظل الهجرات اللي بتيجي لمصر، فطبعا الواحد لازم يبص لهذه الامور يعني بعين الغيبه لان مش عارفه ليه يا استاذ دكتور حسين. يعني انا حاسه ان الموضوع اكبر من كده. يعني لو تتذكر الفيلم اللي انتج ايضا نعم بتاع كليوباترا كليوباترا مطلعين كليوباترا باللون الافريقي لون البشره الافريقي. يعني انا عندي شعور ان هناك دعم كبير. اصل انت عشان تنتج فيلم زي ده الموضوع مش بعمل زياره وبحط صور على فيسبوك. اللي انتجته ايضا واحده سمراء اللي هي مرات ويل سميث حضرتك، فيعني حضرتك لازم تفكري في هذا المنظور. يعني ده جزء من مخطط بيساق على الارض، ناس تيجي، ناس تعمل افلام، ناس تعمل دعاوى، ادعاءات كاذبه. فاحنا لازم يبقى لنا وقفه حازمه في هذا الامر بشكل كبير جدا لان هذا الامر اعتقد ان هو مش جاي محض الصدفه والتوقيت بتاعه حاليا يعتبر مثير وغريب جدا جدا. طيب برضو في نقطه ثانيه دكتور حسين، هناك يعني خليني اقول صفحات اخرى زي الامازيغيه الكرديه ايضا بينسبوا نفسهم للحضاره المصريه القديمه. دون شك طبعا الحضاره المصريه القديمه في ناس كتيره بيدعوا ان هم اصحاب هذه الحضاره، وطبعا الكلام ده اتكلم فيه العلماء والمتخصصين، بس المشكله الجمهور العام لا يعرف هذا الكلام. لكن اختارهم هي الافرو سنتريك لان دي مدعمه بشكل كبير جدا، عندها تمويل خطير جدا، انتشار رهيب يعني، وربما يكون وراها يعني نقدر نقول جهات مشبوهه جهات داعمه، لكن التانيين دول دعوات نقدر نقول عاطفيه. اما دي خطة ممنهجة اللي هم الافرو سنتريك فدول لازم يتم الرد والوقوف وضم بمنتهى العزم. شكرا دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية. طيب ما تيجوا نشوف كده فيديو جراف ايه هم الافرو سنتريك.
زي ما احنا عارفين ان النهارده عوده امتحانات الثانويه العامه، ولكن المره دي المواد الدراسيه المضافه للمجموع. يمكن قبل العيد ابتدوا المواد الغير مضافه للمجموع، والنهارده هيبتدوا المواد المضافه للمجموع السبت 22 يونيو الجاري بماده اللغه العربيه، ودوت هيبتدي الساعه 9 صباحا. ثانيه واحده رشا بتضحكي وانا بقول ماده اللغه العربيه. عشان انت اللغه العربيه عايزه اقول لك كنت الصبح بطني بتبقى وجعاني جدا، فانا بضحك لما يبقى عندي عارفه ان عندي اللغه العربيه. ربنا معاك. خليني اقول لكم الامتحان هيبتدي الساعه 9 صباحا، ومده الامتحان هتكون 3 ساعات. اللي هيأدوا الامتحانات يعني تقريبا حوالي 745,000 طالب وطالبة، وهيكونوا موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات. وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، وده استعدادا لأداء الاختبار في المادة. وضحت ان الامتحان هيتضمن 55 سؤال، منهم 51 سؤال اختيار من متعدد، يعني يجيب لهم سؤال ويجيب لهم اختيارات كتيرة وهم يختاروا الإجابة الصحيحة، بالإضافة بقى لأربع أسئلة مقالية، بتقالي هي دي اللي بتكون عقبة شوية في الامتحان. طبعا عشان نروح كده ونطمن على إخواتنا وولادنا اللي عندهم امتحانات، هنشوف كده أجواء الطلاب إيه قبل الامتحانات من خلال زميلتنا مهتاب مختار اللي موجودة دلوقتي أمام إحدى لجان الثانوية العامة. صباح الخير يا مهتاب، عاملة إيه؟ طمنينا على الأجواء عندك وطلبة الثانوية العامة، مستعدين للامتحان ولا إيه؟ مذاكرين العربي ولا خايفين منه؟ أسئلة كتير يعني. صباح الخير على زملائي في الاستوديو، صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا من خلال شاشه صدى البلد. طبعا بدا موسم امتحانات الثانويه العامه، علشان كده احنا موجودين معاكم من امام مدرسه جمال عبد الناصر الثانويه بنات بمحافظه الجيزه منطقه الدقي. خليني اقول لكم ان انتم عارفين طبعا ان احنا هنمتحن اول ماده النهارده الثانويه العامه اللغه العربيه. الامتحان هيبدا الساعه 9، هيستمر لمده 3 ساعات، هينتهي الساعه 12. اللجنه اتفتحت هنا من الساعه 8 عشان يكون في وقت كافي للتامين وللتفتيش وقت كافي للطلاب كمان ان هم يعرفوا اللجان بتاعتهم. خليني اقول لكم من ساعه ما جيت من الساعه 7:30 والطلاب كلهم متواجدين، وطبعا في توتر وفي قلق ومعاهم بيراجعوا في الملازم وفي الكتب في اللحظات الاخيره، والتوتر والقلق ده مش على الطلاب بس، ده كمان على اولياء الامور. خليني اقول لكم ان امتحانات الثانويه العامه لعام 2024 بتضم 745,000 طالب وطالبه موزعين على 1981 لجنه على مستوى الجمهوريه. عشان كده اكد وزارة التربية والتعليم ان جميع المدارس على اكمل الاستعداد لاستقبال الطلبة، وان هيكون داخل كل لجنة في اكتر من مروحة، وهيوزعوا عليهم المية علشان يقللوا عليهم التوتر ويقللوا ارتفاع درجة الحرارة اللي هيكون موجود كمان داخل اللجنة. وكمان وصت المراقبين ان يكون في حالة من الهدوء علشان يساعد على هدوء الطلاب ويساعد على تركيزهم ويساعد على استرجاع المعلومات بتاعتهم بسهولة. من اهم التعليمات كمان اللي موجهة للطلاب ان مش هيكون معاهم اي تليفونات ولا هيكون معاهم اي سماعات ولا الاوراق اللي هتبقى خاصه بالماده. وفي حاله ضبط اي طالب مخالف او اي عمل من اعمال الغش هيتم التواصل فورا مع غرفه العمليات الفرعيه ومنها كمان غرفه العمليات الرئيسيه بالوزاره علشان تطبق القانون. كمان اعلنت وزاره التربيه والتعليم ان تم تجهيز الكنترول المركزي بمدينه 6 اكتوبر علشان تستقبل اوراق الطلاب والاجابات بتاعتهم، وهيكون التصحيح الكتروني. خلينا نقول ان الوقت اللي بيمر على طلاب الثانويه العامه الايام دي والوقت ده هي من اصعب الاوقات، وفي قلق وفي توتر كبير جدا عليهم وعلى اهاليهم، وكانت سنه صعبه جدا من المصاريف والسهر والطلوع والنزول والدروس وكل حاجه، وهي دايما بنقول عليها الثانويه العامه سنه مصيريه بتحدد مستقبل الطلاب. علشان كده اي حد عنده ثانويه عامه او حتى ما عندوش ثانويه عامه ما تبطلوش تدعوا لهم طول الوقت بالنجاح وبالتوفيق، وان يخرجوا النهارده من امتحان اللغه العربيه مبسوطين ويفرحوا وكمان يفرحوا اهاليهم ليهم معاهم. دي كانت جولتنا معاكم من امام مدرسه جمال عبد الناصر الثانويه بنات، بشكركم جدا وعوده مره اخرى للاستوديو. شكرا زميلتنا مهتاب مختار. يعني مش عارفه هي ليه مهتاب معتبره انه بس السنه دي هي اللي صعبه، هي كل سنة على كل السنين الثانويه العامه صعبه. أيوة. كلهم بيسهروا وكلهم ده، بس يمكن اللي زاد عليهم السنه دي بقى ان الحر زياده شويه. أيوة يا حرام. يا حرام يعني. كويس كنا سامعين موضوع كل طالب يجيب مروحه. لا خلاص خلاص يعني طمنا ان اللجان هتكون مليانه مراوح ان شاء الله، بتجيب هوا سخن. طب تعالي نشوف درجات الحراره النهارده مع الحر اللي احنا فيه ده، وبعد كده اعتقد ان دياب بيجهز بموجز الاخبار.
حاسه ليه احنا راجعين من العيد بجدل جدل أيوة جدل أيوة جدل أيوة يعني شويه اتكلمنا على الافرو سنتريك، دلوقتي هنتكلم على جدل تاني، جدل كروي، جدل كبير بيسود لقاء القطبين الزمالك والاهلي. مفروض انها تقام المباراه يوم الثلاث المقبل، وده في اطار مباريات الدوري الممتاز. الجدل بقى ليه؟ الجدل انه الزمالك متمسك بعدم خوض اللقاء الا عقب خوض الاهلي كافه مؤجلاته. رابطه الانديه شايفه ان ده موضوع صعب جدا. طيب هو ده بس المشكله ولا في مشكله تانية؟ طب هل هيتم اللقاء في موعده او هيؤجل او زي ما الزمالك بيقول انا عايز انسحب؟ كل ده احنا نعرفه من الراقد الرياضي الاستاذ اسلام محمد. صباح الخير يا استاذ اسلام. صباح الفل عليكم وصباح البلد ومنورين. صباح الخير. عاملين حاله وعاملين طفره الحقيقه كبيره جدا، مستمتع بيكم وانا بصحى مخصوص كل يوم تقريبا الصبح عشان اتابع يا سلام يا سلام. اصحى بدري والله يا استاذ اسلام. صباح الفل عليك يا رشا وصباح الفل عليك يا نهال. صباح الفل يا فندم. أنا عايز أسألك، يعني هي الأزمة دي هل فعلا بسبب إن الزمالك بيطالب إن الأهلي إنه يلعب كل مؤجلاته ولا في أسباب أخرى؟ خلينا صراحة أكتر، أسباب تحكيمية يعني في ماتشات سابقة. هي أزمة من لا يعني من لا شيء، يعني أزمة من لا أزمة يعني. الحقيقة إحنا دايما يعني صباح الكيكات يا أستاذ إسلام. ها الزمالك بتتلك خايفين. خليني انت بتاخديني السكه كده في البدايه، ولكن انا يعني همشي معاك على نفس الخط، لان الحقيقه الزمالك يعني زي ما انت ما قلتي عنده غيابات مؤثره جدا. خلينا نتكلم في البدايه، غيابات مؤثره. انا قلت في البدايه هي ازمه من لا شيء، يعني احنا دايما بنحب نطلع الازمات في الاحداث الكبرى، والحقيقه يعني بالنسبه لي انا او بالنسبه حتى لحضراتكم وبالنسبه لكل المستمعين والمشاهدين، ان مباراه القمه يعني لا هي مباراه احنا بنستناها تقريبا من السنه للسنه. مباراه هي المباراه اللي دايما احنا بنقول مباراه مهمه وكل الجمهور يعني الاهلي والزمالك مستنيينها، فليه البلبله دي وليه دايما الزمالك هو اللي يكون متصدر المشهد في البلبله اللي بتحصل؟ لان الزمالك مؤخرا لو جيتي اتكلمتي سواء فنيا داخل الملعب او حتى في الغرف المغلقه او حتى في غرفه خلع الملابس، يعني لا في ازمات، في ازمات على الصعيد الفني مع جوميز، في ازمات ايضا داخل الفريق. خلي بالك انا مش بتكلم على الزمالك بس، لا احنا لسه هنيجي للاهلي ايضا وهنتكلم، ولكن لو جيت اتكلمت عن الزمالك عنده غيابات مؤثره، غياب زي غياب شيكابالا مؤثر جدا، غياب زي غياب كمان احمد فتوح خلي بالك مؤثر بشكل كبير جدا، غياب ايضا زي سيف الدين الجزيري وغياب زي مصطفى الزناري، كل دي عناصر زي ما بقول لكم هي عناصر مؤثره جدا على نادي الزمالك في حال ان هو هيلعب القمه. خلي بالك مجلس اداره نادي الزمالك ليه حسابات مختلفه. جوميز ما طلعش صرح ولا اتكلم ولا قال ان انا مش هلعب ماتش القمه الحقيقه، زي ما البعض بدا يردد خلال الساعات اللي فاتت. اللي انا عايز اقوله ان اللعيبه عايزه تلعب سواء في الاهلي او في الزمالك، ولكن مجالس الادارات الحقيقه بيبقى ليها حسابات مختلفه. يعني مثلا مجلس اداره الزمالك يقول لك لو انا لعبت في الظروف اللي الفريق فيها ده وفي ظل الغيابات الكتيره اللي بتضرب فريق نادي الزمالك ممكن اخسر، ممكن الاهلي يعمل عليا سكور. فزي ما انت ما قلتي انا همشي معاكي من الخط من اللينك اللي انت قلتيه في البدايه، ان الزمالك مش عايز اقول بيهرب من المباراه او بيتهرب من المباراه، ولكن هو ده الشكل اللي واضح الحقيقه. ليه الزمالك اعترض في التوقيت ده بالذات وقبل مباراه القمه؟ الحقيقه هو بالنسبه لي هي دي علامات الاستفهام الكبيره. معلش يا استاذ اسلام، حضرتك بتقول على وضع الزمالك بالغيابات بي 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 بي، طب ما هو ده منطقي ان هو يبقى هيدخل لقاء القمه بكل الغيابات؟ دفاع غير مشروع. لا يعني دفاع غير يعني مشروع. انا فاهمه انا فاهمه، بس هو اكيد في حساباته. ما هو انا برضو داخل انا عارف هيبقى شكلي عامل ازاي جوه الملعب. يعني هو احنا ينفع يبقى عندنا بطوله زي دي يا استاذ اسلام ويبقى عندي غيابات فاقول لا والله انا مش هلعب الدور ده؟ هو احنا بنلعب ايه؟ ما هو انا عشان كده انا بدات في البدايه قلت ان مجالس الادارات بيبقى ليها حسابات مختلفه عن الجمهور او عن المتابعين. يعني زي ما بقول لك هو ليه بالذات في التوقيت ده تحديدا؟ طب الزمالك ليه ما اعترضش قبل مباراه القمه بعدد يعني بايام
يعني كثيره قبل كده. ليه في التوقيت ده بالذات؟ انا عشان كده قلت هي ازمه من لا شيء. الحقيقه وضعها مجلس اداره نادي الزمالك يعني ما ينفعش في التوقيت ده. احنا دايما بنتكلم ان مباراه مهمه زي مباراه الاهلي والزمالك، خلي بالك مش بيشاهدها المصريين فقط، ده الوطن العربي كله بيكون مستنيها. من اقوى كانت مباراه وما زالت مرشحه من اقوى الدربيات على مستوى العالم، انا ما بتكلمش هنا عن مصر فقط لا غير. فما ينفعش التوقيت ده، بالعكس ده التوقيت ده بالذات لازم كلنا نكون واقفين جنب الانديه بتاعتنا، لازم ندعم الانديه ان هي تشارك وان هي تلعب. ما هو زي ما الزمالك عنده ضغط مباريات، الاهلي ايضا عنده ضغط مباريات، الاهلي عنده تلاحم مباريات بشكل كبير. شفنا امبارح كولر في مباراه الداخليه مريح تقريبا فريق بالكامل عشان بيستعد لمباراه القمه. شفنا ايضا امبارح حسام عبد المجيد بيتم اصابته فبيزيد اكتر اوجاع لجمهور نادي الزمالك. طب يا استاذ اسلام، لو الزمالك بقى تمسك بموقفه فعلا وانسحب، ايه الاجراءات اللي هتتخذ ضد نادي الزمالك؟ طيب برافو عليكي، السؤال ده مهم جدا واعتقد الناس كانت مستنيه ان هي تسمعه. الزمالك في حال انسحابه سيتم خصم منه 6 نقاط، 3 نقاط اللي هم المباراه بتاعه النادي الاهلي و3 نقاط اخرى ايضا بعدم ذهابه للمباراة. يعني هيتم خصم منه 6 نقاط، دي رقم واحد. رقم اتنين ضيفي كمان على كده ان الزمالك هيقعد عام لن يشارك في بطولة الدوري. ضيفي كمان على كده رقم تلاتة ان الزمالك لما يرجع بعد العام اللي هو هيتم ايقافه فيه هيرجع من الدرجة الرابعة، يعني الدرجة الاخيرة، لكي ان تتخيلي كل ده يعني بسبب كل ده مش في مصلحتهم. يعني طبعا مصلحتهم او حضرتك تنصحهم ان هم يلعبوا، لان هم كده يخسروا كتير، 6 نقاط زي ما حضرتك قلت، ايقاف سنة، يعني ده بيحكموا على نفسهم بالمؤبد تقريبا. بالظبط، ما انا بقول لك هيخسروا كل حاجه. فاعتقد ان على الزمالك، على مجلس اداره نادي الزمالك، ان هو كمان يوفر الاجواء للاعبين، يدي استقرار للجهاز الفني ان هو خلاص هيلعب المباراه وان هو هيشارك. لان اللي انا عايز اقوله لك، يعني جوميز لما بيطلع علينا في المؤتمرات الصحفيه الحقيقه الراجل ما بيتكلمش خالص، هو مركز مع الفريق ان هو هيلعب، اللعيبه كمان مركزه ان هي هتشارك. فكمان لابد على مجلس اداره نادي الزمالك، النهارده احنا بنتكلم في السبت يعني ما فيش وقت، المباراه الثلاث الحقيقه فما فيش وقت، فلازم على مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يدي اوردر فوري ان المباراه ستلعب في ميعادها، على اساس برضو ان الجهاز يركز، اللعيبه كمان تركز خلاص وتاكد ان المباراه هتتلعب، لان دي مباراه زي ما قلت في الاول وفي الاخر مباراه يعني قد تحصل اشياء كتيره، خلي بالك في الملعب وخارج الملعب. تتوقع يعني انه القرار ده يطلع قريب؟ تفتكر هيلعبوا؟ طب بصي، اللي انا عايز اقوله لك ان في اجتماع عاجل النهارده واجتماع سري في نادي الزمالك. طبعا في البعض ممكن، يعني فئه كبيره جدا من الناس ممكن ما تكونش عارفه ان في اجتماع سري هيتعمل يعني النهارده. في تحقيق كمان عايز اقول لك من خلال برنامج صباح البلد في صباح البلد معاكم، عايز اقول لك ان في تحقيق عاجل النهارده سيكون ايضا مع محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك بخصوص الواقعة اللي تمت مع زميله حسام عبد المجيد في المباراة قبل الماضية، مباراة فاركو الحقيقة واللي حصل فيها يعني. فعشان كده بقول لك بصي الاجواء ملتهبه، يعني الاجواء مش مستقره، تحقيق عاجل بالظبط. يعني احنا النهارده السبت ومفروض المباراه يوم الثلاث، هنشوف صحيح. بعد الاجتماع ده برضو ايه اللي هيحصل، هم يومين ما احنا هنشوف ايه اللي هيحصل. يعني ما تستعجليش، في حاجات بتخلص في نص ساعه يعني. شكلك هتروحي تحضري الاجتماع السري ده، رشا مجدي في الاجتماع السري. اللي انا عايز اقوله يا رشا انت ونهاد، يعني اللي انا عايز اقوله في عجاله كده ان الموضوع هيتحل، وما اعلمه من خلال كواليس يعني ومن خلال معلوماتي ان في تدخلات بتحدث خلال الساعات اللي فاتت دي. واللي انا عايز اقوله ان في تدخل من وزير الرياضه تحديدا ان هو يحل، ان هو يحل الازمه. استاذ اسلام، انت حضرتك اهلاوي مظبوط؟ لا بصي، هو بغض النظر ما تتكسفش قول. هو خلي بالك شرف لاي
اعلامي او اي صحفي ان هو يكون اهلاوي او زملكاوي، لان دايما احنا بنتكلم عن عن القطبين الكبار جدا. بس حضرتك اهلاوي زمالك. ما انا يعني واضح من طريقه الكلام مع نهاد اهلاويه مع دياب بيتحضر للصحافه الالكترونيه واهلاوي، فانا في مزنق يعني مش عارفه اقول ايه. والزمالك حطك في موقف صعب، والباشا المصورين كلهم اهلاويه، انا اسفه ان انا ما ذكرتكمش يعني، فانا لوحدي في الاستوديو بموقف صعب لا احسد عليه الصراحه. محطوطه في الكورنر مهندس الصوت عندنا منورنا زملكاوي الحمد لله. انتوا كلكم منورين الحقيقه، الله يخليك يا فندم، حاله مميزه جدا. شكرا يا فندم. العفو العفو. شكرا العفو. شكرا استاذ اسلام محمد الناقد الرياضي، بنشكر حضرتك. تعالي بقى ايه يعني، بصي هي بصي بتهربي ازاي؟ مش لا ما الراجل جاهز اهو بالصحافه الالكترونيه. بس يعني دلوقتي طب اتمنى لهم امنيه ست ادعي لهم. طيب لما يخلص الاجتماع ونشوف ايه اللي هيحصل. لما يخلص الاجتماع وتحبي انت تزعلي دلوقتي الأحدي. انت الفتره اللي فاتت في العيد دايما العيد بيبقى فتره جوازات وخطوبه وكلام، بنلاقي الذهب بيعلى بعدين يقول لك تراجع مفاجئ لسعر 21، بعدين ارتفاع في سعر 21، تراجع في سعر، تفضلي بقى ايه مش عارفين بقى. وبرضو طلع كده كلام في ناس كده بتحب تلعب في اسعار العملات وتحديدا الدولار. احنا بقى هنوريكوا اسعار العملات والذهب ايه دلوقتي علشان يبقى انت عارف ده المعلن وده الرسمي وده كل حاجه. حد عايز يلعب بدماغك خد بالك يعني. ده اللي عايزين نقوله، خد سكرين شوت وروح بالورقه. ده انا بقول لك حاجات رسمي يعني. وبعد كده يعني دياب الصحافه الالكترونيه بقى مليانه لان العيد كان فيه حاجات كتيره قوي 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 يعني، احداث ومشاكل، ده سياسه على فن على فن على كله. ده كان فيه خلطبيطه يعني. أيوه. رز بالخلطه يعني، كان فيه رز بالخلطه. فتت العيد. تعالوا نشوف اسعار العملات والذهب. اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نستعرض معكم قراءه سريعه لاهم ما نشرته الصحف والمواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليله اللي فاتت. وخلونا بقى نبدا باكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الاخباريه المصريه النهارده. كان في المقدمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي اللي بيواصل خلافه العلني الشديد مع اداره الرئيس الامريكي جو بايدن واللي متعلق بتوفير الاسلحه، وقال نتنياهو بالنص قطره بالكاد من المساعدات الامريكيه تشق طريقها الى اسرائيل. عشان يجي في المقدم في المركز الثاني على طول فلاديمير بوتين على خلفيه تهديده للدول الغربيه بان روسيا على استعداد تام لتسليح حكومات اخرى بما فيها كوريا الشماليه لو استمرت الدول الغربيه في امداد اوكرانيا بالاسلحه. وفي المركز الثالث وعلى خلفيه التوجيهات الرئاسيه للحكومه والهيئه الهندسيه، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئه الهندسيه بالقوات المسلحه بسرعه ترميم مقبره فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي، وايضا اصدر توجيهاته بتشكيل خليه ازمه برئاسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعه واداره الوضع الخاص بحالات وفاه الحجاج المصريين. جو بايدن على ترامب يتفوق على الرئيس الامريكي جو بايدن بفارق 56 مليون دولار في تبرعات الحملات الانتخابيه. رئيس الوزراء امر بفتح تحقيق مع اي شركه رتبت سفر الحجاج المصريين المتوفين بشكل بعيد عن الاطر النظاميه او تحيلت حتى لتنظيم السفر للضحايا بصوره غير رسميه وما وفرتش ليهم الخدمات اللوجستيه. قال كمان انه هيتم اتخاذ قرارات حاسمه وتوقيع اشد العقوبات عليهم. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعلن عن إنشاء أول منطقة صناعية متخصصة في النباتات الطبية والعطرية بمبيدات عضوية صديقة للبيئة بالمحافظة، ومن المقرر أنها تكون على مساحة 147 فدان في منطقة سمسطة. وأضاف كمان أنه بيتم الانتهاء من البنية التحتية للمشروع، وبمجرد الانتهاء هيتم طرحها على المستثمرين. تم اختيار هذه المدينة لإنشاء المنطقة الصناعية لأنها قريبة من محافظتي الفيوم والمنيا واللي بيعتبروا من أعلى المحافظات في زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية في مصر.
المستشار التركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية نشر فيديو على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: كأس العالم للرياضات الإلكترونية من الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، 30 فريق عالمي، ألعاب مميزة وأكثر من 1500 محترف في عالم الجيمينج. كمان علق المستشار التركي آل شيخ على فقرة امبارح في برنامج صباح البلد واللي تناولت ظاهرة فيلم ولاد رزق القضية الإنتاجية واللي تم فيها استضافة الناقد السينمائي مصطفى الكيلاني. ذكر المستشار التركي في بوست على حسابه بموقع فيسبوك معلقا على كلام الضيف بالقول إن الفيلم بالفعل استطاع تغطية جزء كبير من تكلفته التي بلغت 12 مليون دولار بما يعادل 70% من التكلفة الكاملة للفيلم. كمان أكد إن الفيلم بيعمل دعاية لموسم الرياض ولم يتم التعامل معاه بمنطلق المكسب المادي. كمان طالب بدعم السينما المصرية ونجومها بدل من الانتقادات المستمرة ليهم. وأخيرا صرح المستشار بأنه هيكرر التجربة مع أعمال مصرية تانية. أثار فيديو لصاحب بازار ومعاه مجموعة من الأفروسنتريك جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وتبين من الفيديو أن صاحب البازار اتكلم مع السياح الأفروسنتريك وقال المصريين القدماء من أصل أفريقي وملوك مصر القديمة لونهم أسود في المعابر. غرفة السلع السياحية كشفت حقيقة الفيديو المتداول وقالت إن الفيديو قديم من 2018 وإن الفيديو تم تركيبه يعني غير مصور، وأضافت إن جميع أصحاب البازارات ليهم بصمة في السياحة المصرية والترويج ليها. معنا كمان المنتج صفوت غطاس نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما واللي علق على تسريب فيلم ولاد رزق 3 بعد أيام من طرحه على إحدى القنوات الفضائية غير المشهورة. قال صفوت غطاس إن الأمر غير متعلق بفيلم ولاد رزق بس، لكن هذه القنوات بتسرب الأفلام منذ فترة. قال كمان إن في رابطة مختصة بمراقبة القنوات دي عشان تعرف الأمر اللي بتبث منه وبالتالي بيتم إيقافها. أشار كمان في مجموعة من القنوات تم إغلاقها بالفعل بعد التحريات اللي قامت بها الرابطة، ولكن أصحاب القنوات رجعوا بقنوات تانية وبأسماء مختلفة. تهدف ناسا إلى إرسال النجم الاصطناعي للفضاء بحلول عام 2029 وجعله يطفو فوق الولايات المتحدة. يأملوا أن يكون قادر على معايرة التلسكوبات الأرضية بدقة وأن يكون قادر على التحليق على ارتفاع هائل يصل إلى 22236 ميل فوق الأرض. ونظرا لصغر حجمه وسطوعه المنخفض جدا في الفضاء لن يكون كاشف للأقمار الصناعية مرئيا للعين البشرية، ولكن يمكن رؤيته باستخدام تلسكوب متخصص. أعلنت وزارة خارجية أرمينيا اعتراف يرفن رسميا بالدولة الفلسطينية تأكيدا لالتزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب. وأكدت خارجية أرمينيا أن الوضع الإنساني في غزة كارثي وأنها بتؤيد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. الحقيقة لفت انتباهنا كمان مقال على موقع المصري اليوم وأنه مناسب جدا لأحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة اللي بنعيشها حاليا في مصر. المقال بعنوان الصيف يأتي في الشتاء والربيع يصل في الخريف بقلم الكاتب الصحفي هاني لبيب، بيتكلم فيه عن التغير اللي حصل في منظومة المناخ وتأثيره على الأحوال الجوية. لبيب بيفسر التغيرات المناخية دي إنها بتحصل بالدرجة الأولى بسبب التطور الصناعي المذهل والمتسارع بشكل يومي والمستند للوقود الأحفوري زي البترول والغاز والفحم وما ينتج عنه حرق من زيادة انبعاثات الغازات اللي بتؤدي للمزيد من الاحتباس الحراري. كاريكاتير النهاردة من صحيفة الشرق الأوسط واللي بيعبر عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا والقوى اللي بتدعم كل طرف منهم. خلصنا الأجازة، أجازة العيد بقى، عيد الأضحى المبارك خلصت على خير، و يعني خليني أقول إنها كانت أجازة طويلة بجد، يعني 9 أيام كانوا كبار يعني اللي قضى الأجازة، مش احنا يعني ما بتكلمش علينا احنا خالص. ايوه حددي ارجوك. اللي بياخد الاجازه بقى اجازه طويله تحديدا وبيرجع بيبقى عنده مشكله كبيره جدا. ارجع ازاي لشغل؟ طب انا قضيت شويه اجازه تقريبا، يعني عايزه اتكلم على اللي عندهم امتحانات او اللي عندهم لسه بيدرسوا او يعني لسه كده، او لو جت الاجازه في فتره مدارس وبنرجع للمدارس، تبقى عنده مشكلة ازاي ارجع بالنشاط. اول يوم ده بيبقى يوم ضرب، ولا حتى ليلتها بالليل عشان تنام بيبقى يوم صعب جدا، لان انت في الاجازة مواعيد نومك بتتلخبط، مواعيد صحيانك بتتلخبط عن الايام العادية، فبتبقى حاجة صعبة جدا ان انت تظبط نفسك بسهولة وترجع يعني للمواعيد اللي انت ماشي بيها، بتعمل مجهود كبير جدا. وبنقابل على فكرة يعني هذا الموضوع ده كمان
في رمضان. يعني بنقابل الموضوع ده في رمضان بعد رمضان عشان ترجعي تاني اون تراك. الموضوع صعب جدا، بيحتاج وقت ومجهود مننا عشان نقدر نرجع تاني على التراك بتاعنا، فبنبقى محتاجين كده شويه نصايح وارشادات تساعدنا نظبط يومنا بقى ونظبط شغلنا بعد فتره الاجازه اللي ما كانش فيها بقى يا جماعه خالص ولا مسؤوليه ولا شغل ولا اي يعني التزام خالص. فعشان كده لازم يكون عندنا خطه تحفيز وتركيز عشان نقدر ان احنا نكمل شغلنا من جديد بشغف ونشاط. طيب نعرف بقى الكلام ده ازاي؟ معانا بقى في الاستوديو ضيفنا اللي منورنا دكتور حسام علي صالح، استشاري الموارد البشريه وخبير العلاقات الاسريه. صباح الخير يا دكتور ومنورنا في صباح البلد. صباح الخير، صباح النور عليكم. صباح النور يا فندم. دكتور حسام، يعني يمكن زي ما احنا كنا بنتكلم، انا قضيت التسع ايام فبصحى الصبح مش في معادي اللي انا متعوده عليه، بنام متاخر، قاعده بقى بتفرج على التلفزيون مسرحيات، بسهر مع اصحابنا مع عائلتنا. ما اول يوم ده او اعمل ايه؟ يعني لسه في ناس النهارده اجازه. تمام. يعملوا ايه النهارده؟ ادينا كده نصايح. اول حاجه اخد فاصل. اخر يوم دوت انا بجهز نفسي للمود بتاع الشغل، للمود بتاع العمل، ان انا برتاح من النشاط بتاع السفر او الاكتيفيتيز اللي انا بعملها، وابتدي احط بلان للي جاي. المشكله احنا بنقول لنفسنا ايه؟ انا بكره نفسي في الشغل ولا بحبب نفسي في الشغل؟ في قاعده بسيطه جدا، الانسان لكل شيء بيربطه بالسعاده وبيهرب من كل شيء بيربطه بالالم. لو انا قاعد اربط شغلي او دراستي او مذاكرتي او عملي بالالم، فالنتيجه ان عقلي الباطن هيبتدي يخليني اتجنب ده، فاحس ان انا تعبان، حس ان انا متضايق، حس ان انا مش في المود، مزرجن طول الاجازه شايل الهم الرجوع للشغل، لكن كاره كمان الرجوع، كاره الموضوع. ودام كرهت، عقلك هيبدع في ايجاد الاسباب اللي تمنعك من ان انت ترجع بنشاط وبطاقه كويس. طب لو انا محبب نفسي في دوت، ان انا من غير الشغل ده مش هقدر اطلع الاجازه دي، مش هقدر استمتع، مش هقدر اشتري اللي انا بحبه، مش هقدر احقق النجاح اللي انا عايزه. الحقيقه لو كلها اجازه هتبقى ممله جدا، هتبقى ممله ومش هنقدر نعمل فيها اللي احنا عايزينه، لان الشغل بيدينا الامكانيه ان احنا نعمل ده بشكل كويس ونحقق ذاتنا. فمهم جدا ان انا بعالج الفكره جوه عقلي ازاي، هل انا بحفز نفسي ولا انا بكرر نفسي في الموضوع. مهم كمان ان انا ادير الموضوع ان انا عندي عقل وجسد وروح. فانا هل انا مهتم ان انا اريح الجسد دوت؟ في ناس بتحب تيجي يوم الشغل الفجر من الاجازه بتاعته، سواء هو مسافر بيتفسح، سواء كتير في مكان او مع الاسره او ايا كان، عايز يجي في اخر لحظه قبل الشغل استمتع كده، عارف، لاخر قطره. تمام. هل كده بيستمتع ولا بيأذي نفسه؟ بيأذي. للاسف بنلاقيه ان هو بيأذي نفسه، لانه هو رايح قايم مش فايق، مش قادر يركز، مش قادر يتعامل، بيحصل اخطاء، يحصل مشاكل، فهو متضايق. فاول حاجه اتعامل مع نفسي كويس، احفز نفسي، اركز في الموضوع بشكل ايجابي. هركز ازاي ايجابي؟ عايزنا نحب الشغل، عايزنا نحب الدراسه. لا، ما تحبش الشغل ولا تحب الدراسه في حد ذاته، بيحقق لك ايه؟ هل هو بيحقق لك اللي انت عايزه من نجاح ومن سعاده ومن توفيق ويخليك توصل لهدفك؟ فانت ركز على البينيفيتس او الفوائد والحاجات اللي تسعدك من الحاجه دي. جميل جدا طبعا ان انا اكون بشتغل في حاجه بحبها، جميل جدا ان انا اكون بدرس حاجه بحبها. طب لو انا من الحاجه دي مش بحبها قوي، احبب نفسي فيها من العائد اللي هيعود عليا منها، انها هتساعدني في ان انا احقق بقيه الاهداف ان انا اوصل ده. بس دكتور، فده خليني مور ريلاكس. خليني اقول ان المشكله الاساسيه اللي بتواجهنا كلنا النوم. تمام. لان هقول لك ليه، يعني احنا في الايام العاديه بننام في ميعاد علشان نصحى في ميعاد، عشان الوحيده بتنام في ميعاد غيرنا كلنا. مالكيش دعوه، انا ما اديتش المثل بيا، مالكيش دعوه بيا، بلاش حاجات شخصيه. ايوه. لا لا، انا بنام 8:30 وبصحى 4، ده اجازه مش يعني اجازه، انا كده شغل مش شغل، بتصحى 4. فالناس العاديه ده النهارده في المسرحيه في القناه الفلانيه، فانا هقعد عليها. المسرحيه بتبتدي الساعه كام؟ 10 11، فبينام على الساعه 3 وبيصحى بقى من بكره اجازه، فبيصحى الساعه كام؟ بيصحى 10، بيصحى 11 عبال ما بينام. ايه يا رشا؟ لا استني انت، لا الناس بتصحى الساعه كام؟ في ناس 2 و3 و4 العصر، والله العظيم في ناس كده. الاجازه دي فعلا فعلا في كل النماذج هي بتقول لك ايه 10 11 كانهم كده اتاخروا. انا لو قعدت لغايه الساعه نايمه لغايه الساعه 10 ممكن انا قلت بس اقول لك. طب ده شيء جميل، انت ساعتك البيولوجيه مظبوطه، ده شيء جميل. بس الساعه البيولوجيه بتبوظ. اللي بيبوظ الساعه البيولوجيه بتاعته مطلوب منه على الاقل اخر يومين يقربها شويه، يخليها منطقيه، لوجيك شويه. نعم.
الاجازه فيها كام يومين؟ حرام عليك برضه. طيب يعني على شوف لنا بقى والنبي اي حل سحري للموضوع ده. حل سحري بس بلاش تاخد لي يومين من الاجازه تخليني طيب. امشي خلاص هنختصر. الليله الاخيره نام كويس. ماشي الليله الاخيره نام كويس. ما تشتركش ما تقعدش قصاد اي انشطه. انت قلت نام كويس حضرتك. أوكي. طيب انام كويس ادخل السرير واعرف نام بس كده. حلو قوي. انا بكلمك بجد. طيب هنظبط بتفضل الموضوع. تتقلب 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 ما ما هو جاي من ايه؟ جاي من ايه؟ ان هو اصلا صاحي اليوم اللي قبله الساعه 1 ولا 2 الظهر، فهو اوريدي صاحي متاخر طول اليوم ريلاكس وما بيعملش اي اكتيفيتيز ولا حاجه، قاعد طول الوقت مثلا قصاد التلفزيون او بيعمل حاجات بسيطه ما فيهاش جهد. طب لو انا صحيت بدري شويه اليوم الاخير دوت، اتحركت شويه، مارست بعض الرياضه، ما نمتش الظهر، هعرف ما خدتش منبهات ولا كافيين، هبتدي اقدر انام بدري شويه في المعقول، استعد لوضع النوم، احط نفسي في مود النوم بدري شويه. انا بعمل حركه ما اعرفش لو هي صح ولا لا، وتقولي برضو ونفيد بيها الساده المشاهدين، بس انا بعملها وبتبقى هايله معايا. اوكي. بغمض عيني لمده 5 مينتس، 5 دقائق ما افتحش عيني خالص وانا على السرير. جميل. وبروح فورا في النوم. حلو قوي. حلو جميل. وبعدين بقول لاولادي كده برضو لما يقولوا لي ان هم مش عارفين يناموا، اقول لهم بس غمضوا عينيكم 5 دقائق وما تفتحوهاش خالص في خلال 5 دقائق دول، غصب عنك بتنام. جميل جدا. ايه اللي بيحصل؟ ده بيحصل معانا بس؟ اهو ده بيحصل معاكي عشان انت بتعملي حاجه صح. اللي انا كنت لسه بقوله ان إيه انا اخش اوضه بدري شويه، احط نفسي في مود النوم، اخلص من المشتتات او اختارها الموبايل، اقفل الموبايل بتاعي او اقفل اي حاجه بتنبهني، النور بقى اقفل النور، ابتدي ما اتكلمش في اي حاجه، ببتدي افكر في بكره هعمل فيه ايه، ارتبه. مهم قوي ان انا قبل النوم احط نفسي احط اهداف لبكره. ليه؟ عشان عقلي الباطن بيبقى مستعد للمده، شغال طول الليل بيجهز لي السيستم بتاعي على اليوم دوت وبشكل ايجابي، مش بكرر نفسي فيه عشان اقوم فريش. حاجه مهمه جدا جدا قبل النوم، اوعى تتفرج على حاجه تضايقك، اوعى تتكلم في حاجه تضايقك، اوعى تتابع اخبار او حاجه مزعجه، لان ده بيقعد شغال طول الليل في عقلك الباطن، تصحى تاني يوم مش في مود كويس، مش جاهز. مهم قوي قبل ميعاد الشغل بتاعي اصحى بدري شويه عشان اخد المود بتاعي، ان انا افوق، ان انا ادي نفسي ولو دقايق قبل الشغل، ان انا اتمشى في الشمس وفي الضوء، ان انا اشوف الحياه، فجسمي هيستعد وياخد المود، سواء النشاط سواء الحركه سواء الانتباه بتاع ضوء الشمس بيدي طاقه مختلفه. فانا داخل الشغل بتاعي بدري شويه قبل ميعادي، فانا مش داخل متضايق ولا متبرجل ولا متلخبط، لا انا ريلاكس وحاطط نفسي المود، برتب مكتبي ومكاني عشان ابقى ببتدي بشكل كويس، برتب يومي، بعمل تايم مانجمنت لليوم بتاعي، بعمل بلان، احط التاسكات بتاعتي، ارتب الاولويات بتاعتها، ابتدي احط الحاجه كل حاجه من نوم اعملها تايم فريم، احط وقت معين لكل حاجه وارتبها بشكل معقول، واخلي فيه فواصل في النص اخد نفسي فيها استعيد نشاطي. مهم جدا حاجه الناس بتغفل عنها، خلال يوم العمل في النص اتحرك شويه عشان تنشط الدوره الدمويه بتاعتك، تنشط المود بتاعك. اللي قاعد على المكتب طول الوقت قصاد شاشه، طول الوقت قاعد مش بيتحرك، في شيء من الخمول، في شيء من الملل، في يعني عدم نشاط او عدم حركه، فبيكسل وبيبقى متضايق، بيبقى بيقاوم النوم بالعافيه لانه مش نايم بالدرجه الكافيه. حاول انك تاخد من 7 لـ 8 ساعات اليوم الاخير بالذات دوت عشان تقدر تخش في المود، استمتع بالحاجه اللي انت بتعملها وحبب نفسك فيها، لان دي اللي بتحقق بيها النجاح اللي انت عايز توصله في حياتك والسعاده بتاعت الاجازه. وحاجه مهمه جدا عشان تحافظ على السعاده بتاعت الاجازه دي، خلي علاقتك بزملاء العمل وزملاء المكان جميله، عشان تبقى انت رايح ده المكان اللي انت بتعيش فيه تلت اليوم بتاعك او اكتر، بيوصل لنص اليوم احيانا بتعيشه مع زملاء العمل، خلي علاقتك جميله، خلي الجو جميل، في تواصل لطيف، لو في انشطه خاصه بمجال الشغل او مع الاصدقاء في الشغل بتلطف الاجواء فبتخليك حابب الموضوع. نرجع للقاعده اللي كنا بنقولها في الاول، ان كل شيء بتربطه بالسعاده عقلك الباطن اوريدي بيجهزك وبيحفزك انك تعمله، فلو انت عامل جو كويس فهتروح له بسهوله جدا. عارف يا دكتور حسام، لسه كنت انا ونهاد بره قبل ما نخش اللقاء ده كنا بنتكلم كده يعني على موقف ما، فلسه بقول لها لا انا يعني احنا بالنسبه لنا احنا في صباح البلد احنا مجموعه مع بعض، يعني احنا صحاب صحاب اكتر مننا زملاء شغل يعني، فبقول لها لا دي الواحد ما يضحيش بيها بسهوله باي حاجه، لان التوافق كده يعني انا ببقى جايه الصبح
مبسوطه يعني ادخل عليها الاوضه بخبط عليها صباح الفل اخبارك ايه يعني عارف انا ببقى قاعده مستنيه الوقت اللي هي تقوم جايه تقول لي انا جبت لك الشوكولاته اللي بتحبيها النهارده يعني حتى زمايلنا الباقيه اللي موجودين تلاقيهم كل واحد بتنطط فوق دماغنا كده بشكل معين فدي ده اللي بيخليني احب اروح المكان بس في ناس بقى بالعكس بتلاقيها لو مفيش خلاف موجود في مكان العمل ما بتعرفش تشتغل ما هو عشان في فكره خطا جدا يعني في ناس عايشه بعقليه ان عشان انا انجح فالاخرين يفشلوا ان ده هياخد مكاني وانا اخد مكانه الحقيقه ان البلان بتاعه المكان هيفضل مثلا محتاج 100 شخص يشتغلوا فهنفضل لو مشي واحد هنجيب بداله واحد واثنين لان لازم يفضل العدد الناس اللي بتشتغل يقوموا بالدور هيمشي بنفس الشكل فخلينا احنا كويسين مع بعض وخلينا نتعامل مع ناس بنعرفهم خلينا يكون في ود بيننا خلينا يكون في تعاون عشان نحب المكان اللي احنا بنشتغل فيه ونبقى مستمتعين باللي احنا بنعمله عشان ما يبقاش صراع والفكره انا محدش بياخد لا رزقك ولا مكانك ولا حاجتك بالعكس لما بنتعاون كلنا بندي طاقه جميله شغلنا بيعلى واحنا كمان بنعلى وبنتطور معاه النقطه اللي حضرتك قلتها دي ان محدش بياخد رزق حد ومحدش بياخد مكان حد وكل واحد بياخد نصيبه فكل واحد كده يتقي ربنا في شغله لا عارفه كمان دكتور حسام قال حاجه مهمه قوي 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 خد بالك انت بتقضي تلت يومك يعني تلت عمرك في المكان ده فيعني لازم يبقى مكان مريح ولطيف وانت اللي بتصنعه وبيعود عليك انت كمان تاني وبيرجع لك صحيح شكرا دكتور حسام علي صالح استشاري التنميه والموارد البشريه وخبير العلاقات الاسريه بنشكرك شكرا جزيلا على النصايح دي لانها نصايح والله مهمه جدا لو اتبعناها في حياتنا فعلا يعني نشكرك يا فندم كل سنه وحضرتك طيب كل سنه وانتم طيبين جدا تعالي نطلع فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا فقرات كتير يلا بينا الحقيقة ان العالم بيتغير بسرعة جنونية سرعة يعني مفيش بعد كده التكنولوجيا في تطور كبير كل يوم يعني الفترة الأخيرة دي سمعنا كتير عن موضوع زرع الشرايح الإلكترونية في الدماغ وقد إيه ليها تأثير إيجابي على صحة الإنسان يعني مش بيحذرونا منها أنه خطر وده جسم غريب هيبقى في مخنا لا ده بيقولوا لك ده كويس لصحتك بصي الموضوع ده برضو احنا النهارده كل حاجه جدليه اللمبي 8 جيجا يعني انا عايزه اقول ان الموضوع ده يبان لك سهل لكن وراء اسئله كتيره وراء كلام كتيره طب ايه اهميه الشريحه الالكترونيه دي اللي هزرعها في الدماغ طيب هل هتعمل لي اي خطر على مر السنين هل هيجي لها وقت كده مثلا هي باتري او حاجه هتضعف هل هي بتختلف عن الناس اللي بيزرعوا شريحة في ايديهم ايه فايدتها اسئلة كتيرة عايزين نعرفها من خبير التكنولوجيا وايضا استشاري امن المعلومات دكتور محمد عسكر دكتور محمد صباح الخير صباح الخير يا فندم صباح الخير يا دكتور منورنا وموضوع جدلي جدا ومخيف بصراحة وغريب يعني ايه ده يعني احنا كنا بنشوفه في الافلام يمكن قبل محمد سعد عمله بشكل كوميدي عندنا ولكن ده بيحصل في الافلام الاجنبية من سنين موضوع زرع الشرايح والحاجات دي وصلت دلوقتي وبقينا نسمعها ان هي موجودة ايه موضوع زرع الشريحة ده وايه فعلا فايدتها هل فعلا ليها فوائد طيب هو احنا مع بدايه التطورات التكنولوجيه الحديثه اللي بدانا نشهدها في الفتره الاخيره يعني وكمان مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ومع زياده فهمنا لطبيعه عمل العقل البشري او المخ الانسان ابتدت تظهر بعض الافكار اللي هو ازاي نقدر ان احنا يتم التواصل بين العقل البشري وبين الاله الذكيه كالكمبيوتر او اي الهاتف الجوال او اي اله ذكيه موجوده فالحقيقه ابتدى هنا دراسه طبيعه عمل العقل البشري هذا الجسم اللي بيتحكم في عمل الاعضاء الحيويه اللي موجوده في جسد الانسان كلها ويبلغ من الحجم تقريبا او الوزن تقريبا كيلو جرام يعني كيلو 300 جرام بيتحكم في عمل جميع الاعضاء الحيويه طب ازاي هذا العقل بيبتدي يتحكم في الاعضاء عن طريق نقل اشارات كهربائيه عن طريق الخلايا العصبيه المنتشره في جسد الانسان فبالظبط انا عشان احرك ايدي الايد دي بتنفذ او بتستجيب لامر تلقيته من المخ عن طريق اشارات كهربائيه بتنتقل عبر فرق جهد كهربي موجود في الخلايا العصبيه ومن ثم بتستعين بقوه عضليه لحركه الايد طب
هنا مع بعض الأمراض اللي موجودة زي أمراض مثلا الشلل أو أمراض الشلل الرعاش، ابتدى العلماء يفكروا هل هناك طريقة نستطيع أن ننقل بها هذه الإشارات من عقل الإنسان إلى الأطراف كي تؤدي عملها، لأن الشلل بيحدث نتيجة إصابة هذه الأطراف أو الأعصاب اللي موجودة ببعض عمليات الخلل، وبالتالي لا تستجيب إلى الإشارات الكهربائية اللي تنتقل من المخ إلى أطراف الجسد. فابتدى هنا مطور التكنولوجيا يبتكر بعض الطرق عن طريق زراعة شرائح إلكترونية بتستطيع أن هي بصورة لاسلكية تلتقط الإشارات من المخ ومن ثم نقلها إلى الأطراف اللي بيتم زرعها في جسد الإنسان عشان تبتدي تستجيب لهذه المحفزات. دكتور محمد، عايزة أقف بقى هنا، حضرتك قلت الإشارات لاسلكية مظبوط؟ يبقى في جهاز تحكم برا. أكيد طبعا. يعني اللي حيركب شريحة ما في مخه نتيجة مثلا عنده مرض ما، لازم يبقى في جهاز هو اللي بيحرك أو بيدي الأوردرز للشريحة. لا، هي الشريحة بيتم فيها التحكم عن بعد طبعا. عن بعد، ما أنا بتكلم عن بعد، أنا مش لازم أبقى متوصلة بسلك، ما أقصدش كده. بس يعني أبقى في جهاز هو اللي بيتحكم إنه يديني. ما احنا خلينا بس نوضح نقطة، هو الغرض من تركيب الشريحة إيه؟ يعني هو الشرائح دي لها أنواع، وفي دراسات لسه في، يعني نقول في بدايتها أو في مهدها لمعرفة طبيعة أنواع الشرائح اللي احنا ممكن نستخدمها. فما تم ابتكاره حتى الآن كشريحة نيورالينك وغيرها، وهي الشريحة اللي بتبتدي تعمل على تعزيز القدرات الدماغية لبعض مصابي الأمراض المزمنة زي أمراض الشلل أو أمراض العمى أو أمراض الشلل الرعاش. يعني ويمكن الشريحة بيبرمجوها على حسب نوع المرض مثلا؟ مش بتبرمج، هي بتزرع في أماكن معينة في الدماغ عشان تلتقط إشارات عصبية تمام المسؤولة عن هذا الجزء أو هذه الطريقة اللي بيتحكم فيها الإنسان في أطرافه. يعني فإذا المخ أساسا فيه خلايا عصبية كتيرة جدا، ملايين الخلايا اللي موجودة في جسد الإنسان وبيتحكم فيها المخ. فإذا طبيعة الشرائح بتختلف على حسب أدائها. الشريحة اللي بتم زرعها مؤخرا اللي هي اسمها تيليباثي واللي تمت عن طريق شركة نيورالينك، دي شريحة بتتم بتحفيز، بتستخدم حاجة اسمها الديب استيميوليشن أو البرين ديب استيميوليشن، التحفيز الدماغ العميق عن طريق التقاط الإشارات العصبية من المخ ثم نقلها إلى الأطراف عشان يقدر الشخص اللي بيعاني من مرض زي الشلل أو الشلل الرعاش إن هو يبتدي يتحكم في أطرافه. دكتور محمد، معلش، الهدف نبيل، وأكم من الحاجات اللي تم اختراعها بهدف نبيل وانقلبت بعد ذلك إلى قنبلة ذرية مثلا. صح. يعني حضرتك أكيد عارف الهدف اللي أنا سمعاه من حضرتك ده هدف جميل جدا، لكن اللي حضرتك بتقوله بالتحكم في أعصاب الإنسان في مرضى كتير هيستفيدوا من ده، لكن في ناس هتستغله استغلال آخر. صح. كلام حضرتك مظبوط جدا، وده اللي احنا دايما بنشير له. ده اللي بخوفني، ده اللي عاملني كده. يعني القنبله الذريه، اللي اخترع القنبله الذريه ما كانش هدفه انه يحصل كده، ودايما انه موت نفسه يعني. ودايما اي عالم، خلينا نقول ان اي عالم حقيقي هو هدفه خدمه البشريه. صحيح. ولكن اساءه استخدام العلم قد تؤدي الى كوارث او ما لا يحمد عقباه يعني. فالكلام اللي حضرتك بتتكلمي فيه منطقي جدا، ويمكن احنا بنقول ان الاهداف الاوليه من عمليات زراعه الشرائح هي اهداف نبيله لعلاج المرضى، ولكن ماذا بعد؟ وده يمكن التساؤلات اللي احنا كلنا بنطرحها والمخاوف اللي كلنا بنبتدي نحذر منها. ابتدت بعض الأصوات تتعالى عن إمكانية استخدام الأصحاء حتى لهذه الشرائح لتعزيز القدرات الدماغية أو لتعزيز القدرات البشرية. فإذا عمليات التعزيز أو تحسين أداء العقل البشري بزرع مثل هذه الشرائح قد يؤدي إلى عواقب وخيمة طبعاً. لأنه قد يطمس الحدود بين الآلة والبشر يعني. يعني دكتور محمد، يقدر الإنسان الطبيعي اللي ما بيعانيش ولا من شلل ولا من حاجة في الحركة ولا أي يعني لا قدر الله مرض يحطها يزود نفسه بمعلومات مثلا؟ هو ده لسه ما تمش، ده لسه محل دراسه. عادي ممكن يتم. هناك ما يسمى في الابحاث يعني حاجه اسمها البي سي اي اللي هي البرين كمبيوتر انترفيس. ازاي انا اقدر اخلق مساحه من التواصل بين العقل البشري وبين الكمبيوتر او اي اداه ذكيه خارجيه؟ ازاي يتم التواصل زي جوجل يعني.
ازاي انا عن طريق مجرد التفكير اشغل الكمبيوتر بتاعي بمجرد التفكير اقدر ان انا اتصفح الانترنت افتح مواقع اي حاجه بعملها مجرد ان انا بفكر فيها بيتم نقل هذه الاشارات العصبيه من الراس عن طريق الشرائح المزروعه الى الجهاز الذكي ده او الى الديفايس اللي موجود عشان يبتدي يستجيب للاوامر بتاعتي. لان الطريقه العاديه اللي احنا بنتعامل بيها مع الكمبيوتر او حتى مع الموبايل ايه هي؟ انا المخ عندي او البرين بيدي اشاره لايدي عشان تبتدي تحرك الماوس فانا بستعين بقوه عضليه او وسيط عضلي. ده ربنا خلينا كده. ما هي الفكره بقى ان في بعض الناس فقدت النعمه ديت. حضرتك استشاري أمن معلومات، يعني السؤال هل الشريحة دي ممكن مثلا حد يخترقني؟ لا مش كده، ممكن يعني أنا ببرمجها أحط فيها معلومات معينة زي مثلا تعالى نستعمل خيال شوية زي الأفلام، حد زرع جاسوس في مكان ما وهذا الجاسوس لسه ما عندوش كم المعلومات احط المعلومات عن المكان وكده فتحس ان هو كانه من اهل البلد او كانه عنده كل ده. ما دي المخاوف اللي واحفظها بقى وده يعني انا لقيت حضرتك استشاري امن معلومات فانا بتكلم ممكن تستخدم في ده. ده حقيقي بس احنا بنقول ان احنا ده لسه ما حصلش، هو ده لسه في مهده، يعني دي تجارب بتتم. طب هي اتزرعت لحد؟ اللي اتزرعت الشريحه اللي اتزرعت هي كان هدفها فكره علاج المرض. يعني ان هي تساعد شخص مصاب بالشلل. فعلا التجربه نجحت وان كانت قد صادفت بعض المشاكل التقنيه ولكن ده طبيعي جدا في اي تجارب في بدايتها طبيعي ان هي يعني تمر بمراحل. يعني كم عدد مرضى زرعوا الشريحه؟ هو شخص واحد اللي شخص تم التدريب عليه من شركه نيورالينك او تم التدريب عليه من شركه نيورالينك. لا مش في مصر. ما حد زرع الشرائح زراعه في المخ؟ لا طبعا لسه لان هو الموضوع كله في مراحل. دي تكلفتها يا دكتور يعني وهمي. هو التكلفه طبعا على حسب اللي هي لسه يعني بنقول ان هي في مراحل التجربه. وده شخص كان متطوع لان هو شخص اصلا اصيب في حادثه اصيب بمرض شلل فهو تطوع مع السيد ايلون ماسك يعني ملك شركه نيورالينك ان يتم التجربه عليه. وخليني اقول لحضراتكم اوجه حضراتكم ان في عام 2014 في افتتاح كاس العالم في البرازيل كان في حدث مهم جدا لم ينتبه ليه الكثيرين. يعني كان الجميع مشغول بالفقرات الاستعراضيه والغنائيه ولكن كان هناك حدث مهم وهو ان احد مصابي الشلل هو من قام بركل كره القدم لاعلان انطلاق بطوله كاس العالم في البرازيل وهو كان مصاب بالشلل جوليانو بنتو. الشخص ده عن طريق خوذة كان بيرتديها في رأسه كانت بتستطيع التقاط الإشارات العصبية من الرأس ومن ثم توجيهها إلى جسم آلي. دي كانت التجارب الأولية بقى. دي كانت البداية في 2014. عايز أقول لحضرتك أن الـ الـ الصورة دي كلها اتنقلت دلوقتي بقت عبارة عن شريحة صغيره جدا بيتم زراعتها داخل الراس البشريه. شركه نيورالينك مش الوحيده اللي بتعمل ابحاث في هذا المجال، هناك العديد من الشركات اللي بتقوم بالابحاث في الموضوع دوت منذ يعني عشرات السنوات. وانا اتوقع ان خلال السنوات القادمه هتحصل طفره كبيره جدا في عالم زراعه الشرائح لعلاج بعض الامراض المزمنه او المستعصيه. ولكن ما نخشاه هو ان يتم فتح الباب أمام الأصحاء لتعزيز القدرات الجسدية أو القدرات الدماغية وإمكانية التواصل بين العقل البشري والعقل الإلكتروني أو العقل الاصطناعي. كل واحد عايز يبقى خارج كفاءة الشريحة. لأن عندنا تحديات في مواجهة التكنولوجيا أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإذا هنا بعض الناس بدأت تفكر إزاي أن أنا أطور من نفسي ويكون عندي إمكانية عن طريق التواصل مع الأجهزة وعن طريق نقل البيانات. طيب. مع الأجهزة الخارجية. دكتور محمد قبل ما أختم، ما الفرق بين هذه الشريحة التي تزرع في الدماغ وإحنا شفنا كتير أن في ناس بتزرع شريحة في اليد؟ تمام. لا الشرائح اللي بتزرع في اليد دي شرائح تقليدية جدا، الشرائح الهدف منها هو الاحتفاظ عليها ببعض البيانات زي الكريدت كارد مثلا أو بعض البيانات الخاصة أو تتبع ممكن تستخدم في عمليات التتبع بالقمر الصناعي تحديد المواقع يعني. ولكن هي شرائح تقليديه جدا ولم يتم انتشارها بصوره كبيره حتى في العالم كله، يمكن استخدمت منذ عشرات السنوات في العديد من الدول. في كم حد كده بس في يعني على مستوى العالم عاملها وفي حد في مصر واحد بس عاملها؟ هي لم تنتشر لان هو ما الهدف ان انا هي شريحه لا تضيف لي اي شيء لا تعزز قدرات، الهدف منها هو احتفاظ ببعض البيانات. فانا ممكن البيانات دي تحتفظ بيها على اي جهاز يدعي ان انا ازرع في جسمي شريحه عشان احط عليها الكريدت كارد بتاعي، فانا دي بيانات اقدر احتفظ بيها دلوقتي. ممكن تضر الشخص اللي زارع الشريحه؟
والله انا ما اقدرش اتكلم في الجانب الطبي الحقيقه، ما اقدرش اتكلم في الجانب الطبي، ولكن يعني هو اي جسم مدخل او يعني مش بطبيعته موجود في الانسان اكيد ممكن يكون ليه اعراض. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا دكتور قبل ما نختم. ايام كورونا لو تفتكر وابتدينا ناخد الفاكسين وناس كتيره رافضه الفاكسين وبتاع وكلام من ده، بيقول لك ان الفاكسين هم بيزرعوا شريحه جواكي لو تفتكر. اهو طلع كله بص بقى الخيال العلمي مشي 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 وجابوا لك الشريحه بقى. الحاجات اللي كنا بنشوفها خيال علمي في فترات يعني فاكر سابقة ايام كورونا قالوا لك ايه اوعك تاخد الفاكسين دول بيزرعوا جواكي شريحه لو تفتكروا الكلام ده. الفاكسين طلع صح؟ انا ما عنديش دلائل على الكلام ده، ما عندناش دلائل بس يعني ده اللي يقال. بس العالم بقى بيتغير وبنلاقي دلوقتي هو للاسف احنا في فترات بينتشر فيها بعض الشائعات، يعني الناس كلها بتقعد تحذر من حاجات كتيره، ولكن انا طالما ما عنديش دليل ما اقدرش اتكلم بغير بينه. يعني في الفتره الجايه دكتور يمكن حد في مصر يعملها ونستضيف حضرتك مره تانية ونعرف منك اكتر عن موضوع الشرايح الدماغيه او تحصل مصيبه بقى وفي المعلومات ونقول لك بقى هو ده الشريحه. شكرا جزيلا جدا لحضرتك. دكتور محمد عسكر خبير التكنولوجيا واستشاري امن المعلومات نورتنا. شكرا جزيل الشكر يا فندم، اتبسطنا معاك في الفقر. جزيل الشكر. شكرا. العادي عايز انا ايدي تبقى قويه، هنمرنها بقى ونقويها ازاي؟ يلا مع بعض. هنا ظهر الايد، يلا الساعد كله الايد كلها، يلا من جوه. مين فينا اللي هتضرب؟ ما تضربش. الحقيقه في حياتنا ناس لما تقابلهم او حتى تسمع عنهم تلاقي نفسك بقى عندك نظره تفاؤل للحياه، وده ببساطه لانهم بيكونوا مصدر للطاقه الايجابيه. النهارده احنا معانا نموذج لبطله وهي سيده ما تعرفش شيء اسمه مستحيل، امنت ان العمر هو مجرد رقم. اه والله العظيم يعني انا مش قادره اقول لك انا مبهوره قد ايه ببطلتنا اللي قدرت من خلال ان هي يعني تبص لنفسها كده نظرة تفاؤل للحياة، وإن هي تتميز في رياضة يعني سهلة أبدا، رياضة قتالية، وهي رياضة بيطلق عليها الكاجو كيمبو، وهي إحدى رياضات الدفاع عن النفس. قدرت بقى إن هي تحقق ذاتها وتكون أول بطلة مصرية وعربية بيشار إليها بال يعني تقدر ان هي تحصل على الحزام الاسود في الكاجو كيمبو. معانا ومعاكم البطله المصريه رشا ابراهيم بطله مصر في الكاجو كيمبو، وكابتن محمود احمد عبد المبدي عثمان مؤسس وممثل الاتحاد الدولي للكاجو كيمبو. منورنا ولازم سقفي بس البطله اللي معانا النهارده اللي شرفتنا الحقيقه قوي. والحماس خلاص وصل لك وعايزه تقومي تعملي فايت دلوقتي. بتقول لك بطله وايه؟ خليني في البدايه نعرف من كابتن عثمان كده ايه الكاجو كيمبو، يعني عشان خاطر الاسم يمكن. بص هو الاسم مش غريب، هو الاسم كاجو كيمبو، كا اللي هي الكاراتيه اللي هي تانك سودو، والجو اللي هي فنون الجودو والجوجيتسو اللي هي عباره عن المسكات والطرح، والكن اللي هي امريكان كيمبو كاراتيه، والبول هي التشاينيز بوكسينج. كتير صح؟ البول هي التشاينيز بوكسينج اللي هي الكونفو بكل اساليبها. يعني كل ده اللعبه ده اللعبه طبعا شامله. القصه سريعا ان هم مثلا خمس اساتذه كل واحد في الفن بتاعه حاصلين على درجه الحزام الاسود، فتعاونوا مع بعض. انا راجل بوكسر، انت ناقصك ايه؟ ناقصي رجلين، فانا اديك رجلين وانت تديني ايدين. هو ده كملوا بعض بالظبط. خمسه كملوا بعض. كان اسمهم جمعيه الحزام الاسود، اللي هم خمسه جراند ماسترز حاصلين عن درجه الحزام الاسود، فابتدوا يشيروا الحاجات دي مع بعض. عايز اقول لك قعدوا من خمس لست سنوات ياسسوا في الفن.
وما كانوش بيدربوا حد غير مدربين، تدريبه مدربين، تدريبة مدربين بيدربوا مدربين، ما تمرنش غير كده. بعد كده نزلوا حاجه اسمها الشارع لحد ما سموهم انريتشبل، يعني غير قابلين لللمس وغير قابلين للمسك. هو ده عشان بيعرفوا طبعا طبعا. كان بيعمل ايه؟ كان بيجرب التكنيك، يعني بيجرب الحركه في الشارع، ان نفعت يسيبها في السيستم، ما نفعتش يغير. فعمل عمليه غربله للفنون القتاليه، اول يعتبر اول فنون دفاع عن النفس مختلطه تم تاسيسها في 1947. انا قلت لك هو كومبو اصلا، يعني انا حسيت انه كومبو كومبو شويه العاب قتاليه كده في لعبه واحده. بالظبط بالظبط. فهو ده. خلينا نروح بقى لبطلتنا رشا اللي يعني شرفتنا الحقيقه، واحنا سعداء جدا بوجودك معانا. عاوزين نعرف بقى يعني اشتركتي في اللعبه دي امتى، وجات لك الفكره ازاي، وازاي قدرتي برضو تعملي ده؟ انت يعني ما ابتديتيش ده من وانت لسه صغيره، احنا عشان نلعب اللعبه دي لسه هنسال كابتن السؤال ده يا دياب، ولكن عايز اعرف منك جات لك الفكره امتى، وليه اخترتي اللعبه دي ازاي؟ يعني هو انا وانا صغيره فعلا كنت بلعب لعبه الكاراتيه، وقعدت 5 سنين بس ما كملتش، يعني طبعا بعد مده كبيره وجواز وقاعده في البيت وكده. جيت بعد ما عديت ال30 كنت نفسي اكمل في اي رياضه، يعني اوحش حاجه في الموضوع ان الرياضات بتبقى للسن المفتوح قليله او مش موجوده. ميزه اللعبه دي انها رياضه للسن المفتوح، فكانت حاجة بتشجعني جدا ان انا يعني ادخل فيها واكمل فيها. انا كنت داخلة على اساس ان انا بلعب رياضة بعدين. يعني انت كنت بتدوري بعد الكاراتيه ان انت عاوزة حاجة تكملي بيها رياضة، والسن كان عائق بالنسبة لك في طبعا. رياضات كتير، فلقيتي ان دي الرياضة اللي تقدري تكملي بيها حلمك بقى. تمام. وطبعا لما دخلت الرياضة لقيت ان فيها ممكن تطور واحزمة وبطولات ومفيش مشكلة، يعني سنك مفتوح، بس ممكن لو انت عندك او تقدري تدي ممكن تبقي بعد كده عندك تطور، تاخدي حزام في حزام في لقيت نفسي بتطور، وبعدين القاب، وبعدين لقيت فيه نجاح، فليه لا؟ ايه ده، انت بطله الدنيا. كابتن رشا عايز برضو يعني يمكن كابتن عثمان بيشرح لي بيقول لي كم الالعاب اللي هي كلها قتاليه مش استعراضيه، يمكن الكاراتيه ده هو اخفهم اللي انت بدات ده اخف حاجه في الكومبو اللي اتقال ده. تمام. ف يعني حاجات بتبقى اكثر عنفا زي ما بيقولوا. تمام. ف ست في الاول في الاخر فكره ربط الاثنين ببعض بالعنف، وان انا لا انا اتميز كمان في اللعبه دي، واحنا شايفين يمكن كل النزالات او كل الحركات اللي بتتعمل على رجاله، فانا اقدر اقف قدام راجل واتغلب عليه بمجموعه من الحركات. تقدر فبقى ليه اللعبه دي، وازاي جه في دماغك، وازاي قدرتي ان انت تتنازلي عن الجزء الخاص بالضعف بتاع الستات، ولا ده انا ممكن اغلب رجاله كمان؟ ايوه تمام. غير انك زي القمر طبعا حبيبي تحبسلك. لا هي بجد هي اللعبه طبعا بعيدا عن الموضوع ده كله، هي ما بتاثرش على انوثه الست في حاجه صدق. يعني هي بجد في حركات وتكنيكات وكل حاجه، بس ده ملوش علاقه انها تخلي الست مش ست، عشان برضو في ناس كتير واولياء امور كتير بيخافوا يجيبوا بناتهم او اطفالهم ليبقوا عندهم عنف، فده ما حصلش. لا هي الفكره ان مع التمرين الحاجه اللي انت شايفها قويه او صعبه دي بتبقى سهله، وطبعا التمرين بيعرفك ازاي تبقى قدامك الخصم، تخليه قدامك باقل مجهود ممكن وتبقى متفوق عليه كمان. يعني التمارين دايما ما بفوتش تمرينه، الكابتن بيقول لنا على في مشكله في الوقفه ممكن تبوظ لك التكنيك كله، في مشكله في ضربه الايد، في مشكله في استهداف الـ المكان نفسه. تمام. فلما انت بيبقى عندك ظابط كل الحاجات دي كلها، انت بتبقى عندك قوه ولياقه وليونه وكل حاجه سهله، وفي نفس الوقت ما فيهاش العنف اللي هو الناس شايفاه كاني مثلا بتاكل بني ادمين. طب كابتن محمود عاوزين نعرف بقى من سن كام كده يقدروا يدخلوا التمرين ده او يلعبوا اللعبه؟ هو احنا عندنا سيستم هو في كذا سيستم، في سيستم مخصص للاطفال اسمه الليتل درايفر. انا عاوز اعرف السن. السن يعتبر من 6-7 سنوات. 6-7 مش قبل كده. 6-7 سنوات لا مش قبل كده، يعني زي مثلا الجمباز اللي بيدخلوه من 3 سنين. ما مثلا من 3 سنين احنا بنتكلم في جمباز في حاجه معينه، في بيتكلم على ليونه واللياقه البدنيه. احنا عندنا ممكن يجي بس هيلعب معانا فتنس شويه، فتنس وشويه وقفات الديستانس الاساسيه واللكمات والركلات الاساسيه. لكن اللعبه من 6-7 سنوات. من 6-7 سنوات. طبعا عشان اعتقد استيعاب طبعا. وفيها برضو اصوات زي الكاراتيه، يمكن رشا كانت بتلعب كاراتيه الاول فيها يا يو. لا دي خالص ما فيهاش صيحات، لا ما فيهاش صيحات، ما فيهاش صيحات. هو الكونسيبت ما فيهاش اصوات، ما فيهاش اصوات. لا هو الكونسيبت بتاع الصيحه اللي هو بيدي باور، يعني زي
كده بتعملي كده طلع يعني طلع الهواء اللي جوه. طبعا طبعا بتديني باور اكتر طبعا. يعني انا كنت بعمل صح عشان اقول لك. الكابتن ساعتي قعدنا كلنا حواليه في الارض ويقعد يخلينا ناخد نفس عميق كده فاهم يعني، يقعد يعمل لنا مديتيشن كده ونطلع النفس ويخلينا عندنا يعني بناخد الطاقه الايجابيه كده ونطلع الطاقه السلبيه. لا وكمان اللعبه دي عشان هي عنيفه جدا فبتحتاج مجهود كبير جدا في القتال تمام. فمحتاجه تنظيم للنفس، فلازم النفس بتاعي هو العامل الاساسي. طبعا 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 فهو عندنا جزء كبير في فتنس. لو حد ضايقك بقى يا رشاد تعرفي تدافعي عن نفسك يعني بعيدا عن التمارين ولا حاجه؟ هو باذن الله. طبعا طبعا. طب انا سمعت كده كان في حد في الاستوديو وبيقول عليكي كلام يا رشا يا نهار ابيض صعب جدا جدا يعني، وعمال يقول في واحده بره بقى عماله مش عارفه ايه وعماله ايه يلا بينا. استعرضتي في الحقيقه لحاجه زي كده؟ اتعرضت، ورينا بقى تعملي ايه. بسلمك على كان في واحد سالني السؤال ده قبل كده. لا يعني مش لدرجه ان انا استخدم الكاجو كيمبو في الشارع، لان برضو على فكره هي الدكتوراه بتاعت فلسفه فنون الدفاع عن النفس دي من الفلسفه اني انا اتجنب الخطر، او اي رياضي عامه ما بيبقاش بيسعى للمشاجره، دايما بيسعى للسلام. فالفكره واخده دكتوراه في ايه بقى؟ في فلسفه فنون الدفاع عن النفس. فلسفه فنون الدفاع عن النفس، مش بس زي الرجاله وتروح تاخد بطولات لما مؤاخذه يعني يا كابتن تروح بقى تخبط وتضرب وخلاص. لا راحت خدت دكتوراه بالظبط وعملت ماجستير وحضرت دكتوراه عشان تاخد فلسفه الدفاع عن النفس، مش راح ادافع عن نفسي. حضرتك هي معايا انا من 2015 الدكتوراه وانا اللي منحها الدكتوراه. والله ما شاء الله. كابتن يضرب ولا يبالي. لا هي والله فكره الدكتوراه اصلا انا يعني الملهم ليا في الفكره كلها هو دكتور عثمان، لان الدكتور عثمان زي ما حضرتك لسه بتقولي من شويه مش الرياضة عندنا مش اللي هو ها وي ده بيخلينا نذاكر، احنا بنذاكر الكاجو كيمبو، احنا بنتسأل اسئلة نظري. الطالب وهو بيختبر الحزام بيشرح الحركة على زميله. انت مستهدف ايه وطالع بايه، طالع بايدك منين، هتستهدف ايه في الخصم، دي كلها دراسة. احنا ذاكرنا الكاجو كيمبو، احنا مش اتمرناها. فده اللي خلاني اشوف يعني الفكر المختلف ده. انا لعبت رياضات كتير مع ناس كتير، بس الكابتن عثمان كان فعلا بيشرح الرياضه، بيعلمنا ازاي نقط الضعف في جسم الانسان. التشريح الحاجات دي كلها. كم سنه؟ عندي 43 سنه. 43 سنه ما شاء الله. كابتن محمود كان بيعكس تقريبا على الهواء. خلي بالك جوزها برضه. طب يا كابتن عثمان يعني لما حبيت تدخل البطوله دي ما فكرتش في حد سنه اصغر فيبقى في الحركات اسرع فيبقى اشطر فتقدر ان انت توصل للبطوله اللي انت عاوزها، ليه اخترت رشا؟ والله يا رشا انا تلاقيت فيها الدافعيه اساسا، يعني هي جاياني بدافعيه، جاياني من داخلي انا عايزه تبقى حاجه، جاياني من جوه. فاحنا مجرد احنا بس في التمرين او في البتاع بنشوف الدافعيه بتاعتك، انت الدافعيه انت جايه ليه؟ ما كل واحد ليه هدف. الدافعيه اللي هو الدافع، الدافع انت جاي ليه؟ في واحد بس عشان يعلق ميداليه، في واحد بس لا انا عايز اخش بدلتي ما تعرقش واطلع، عايز بس فان داي وامشي. لا تلاقينا عند كابتن رشا طبعا في هي دافعيه، في دافعيه هي ومن جوه فيها عندها محفزه. هي متحفزه اساسا، كان يعني مارست كذا فن برضه فنون دفاع عن النفس ما بين الكاراتيه زمان وايكيدو، وحصل على حزام الاسود يعني داخله على اسود 2 دان برضه في رياضه الايكيدو. وخدت الاورد 2022 امرأة العام في فنون رشا وكابتن رشا في فلسفه، لا دي الاوردز بتاعت ومن اوف ذا وورلد، امرأة العام في مجلة انترناشونال مارشال ارتس تايم ماجازين. يعني بجد برافو وتشرفي مصر بجد بجد يعني احنا شايفين طبعا بطولات كتير واخداها وشهادات تقدير وشكر وحاجات حلوه كتير، حاجات تشرف. وانا كمان مش عارف اقول يا كباتن ولا يا دكاتره، فكره ان انا انتهن اللعبه يا كابتن يا دكتور بقى لدرجه ان انا اتخصص فيها بشكل كبير فادرسها واخد دكتوراه فيها، دي حاجه في حد ذاتها اعتقد قويه جدا 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 جدا.
احنا واضح ان هي ايه يعني الفقره دي هتخلي نيات بتاعتك. ايوه انا ممكن اصلا انا جايه معاك البطوله الجايه. يلا علمك شويه عشان تخشي معانا. يلا بينا اجي لك انا بقى كده يا دكتور تمرنيني عشان ادافع عن نفسي في الاستوديو. نورتونا حقيقي وشرفتونا. شكرا. ويعني انا بحب جدا يبقى في فعلا نماذج حلوه ومشرفه وكمان ما بتعترفش باي حاجه، هو بتعترف بالهدف. انا عندي هدف فايا كان هي الظروف اللي حواليا، ايا كان مش هتبقى بالنسبه لي عائق، ده هتبقى بالنسبه لي حاجه تحمسني اكتر وتزيدني اصرار في ان انا احقق اللي انا عايزه. نتمنى ان المثال ده يكون بالنسبه لكل الناس شيء واضح وقدامهم يبقى ملهم. يعني تنورتونا مره تانية وشرفتونا، وان شاء الله مزيد من النجاحات والبطولات نستضيفكم تاني وانتوا بقى محققين يعني ضعف الحاجات دي ان شاء الله. رشا ابراهيم وكابتن محمود احمد بنشكرك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. بنشكرك رشا، نورتونا.